في البداية أعتقد أن الصين بالتحديد بدأت باستجابات مدروسة ومحسوبة بدقة للضغوط الأمريكية من الولايات المتحدة وحلفائها للحد من وصولهم للمعدات المتقدمة لصناعة الرقائق، وبالتالي تقاربها مع شركات مثل تي اس ام سي والشركات اللي هي مصنعه لمعدات صناعه الرقائق مثل اي اس ام ال الهولنديه وغيرها راح يكون كثير مهم. اليوم لو نتطلع على الفوركاست والتوقعات خلال السنتين الجايين، شرق اسيا والصين بالتحديد سيكون لها دور كثير كبير في تغيير الخريطه التقنيه والتكنولوجيه عالميا، لانها بحلول عام 2025 متوقع أن تصل مبيعاتها أو إنتاجها عفواً لحوالي ثلث إنتاج الرقائق الإلكترونية في العالم. وبالتالي هنا سؤال جدلي كبير مع استثماراتها اليوم، هل الضغوط الأمريكية ناجحة فعلاً في حد جموح وتطلعات الصين اللي هي أصلاً سوق كتير كبير، أو هل إنها عم تنتج الحاجة للصين للتحول في سياساتها بالاستثمار وأيضاً بالاستحواذ على تكنولوجيا قد تكون أقل تقدم من التكنولوجيا اللي منعتها أمريكا وحلفائها من الوصول إليها، لتغيير القاعدة سواء كانت اقتصادية أو جيوسياسية أو حتى التكنولوجية مع سلاسل إمدادها في خلال السنوات القادمة؟ وبالتالي هنا سؤال جدلي كبير الحقيقة. خلينا نعرف المشاهدين بخصوصية تي اس ام سي، يعني ما أهمية اليوم المنتج الذي تصنعه تي اس ام سي لحتى الدول تتسابق لأن تقدم لها الدعم؟ يعني هي اليوم تي اس ام سي تستحوذ على الحصة الأكبر للأشباه الموصلات الفائقة الدقة، أكثر من 92% تقريبا من أشباه الموصلات فائقة الدقة تنتج من تي اس ام سي من تايوان طبعا، وهي تشكل جزء كتير كبير ما يقارب من 8% من اقتصاد تايوان وحوالي 15% من صادراتها. 8% الباقية من أشباه الموصلات فائقة الدقة تصنع في كوريا الجنوبية عن طريق شركة سامسونج، وبالتالي لها خصوصية كتير كبيرة، لأنه اليوم خاصة مع ثورة الذكاء الصناعي والثورة التكنولوجية بشكل عام هناك اتجاه كتير كبير على أشباه الموصلات فائقة الدقة اللي هي تستحوذ تي اس ام سي مثل ما قلنا على الحصة الأكبر لها، واعتماد شركات مثل انفيديا وشركات أخرى على التصنيع بشكل كتير كبير عن طريقها، وبالتالي يعني تتحكم بالتطور اللي حنشهده في السنوات القادمة في أشباه الموصلات فائقة الدقة. لكن اليوم التغييرات اللي ممكن تصير من شركات أو من دول تانية قد تكون على أشباه الموصلات الأقل تقدما مقارنة بتي اس ام سي. هاني، آخر سؤال، ما رأيك بهذا الدعم الذي تقدمه الدول لتي اس ام سي وغيرها من مصنعي الرقائق فائقة السرعة التي تخدم مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجنريتيف اي اي اليوم في سباق على الأولوية بهذا القطاع؟ فبالتالي هل في أي شروط تجارية أم هو دعم لتوطين الصناعة بسبب بدواعي أمنية من جراء الحرب التجارية المستعرة عالميا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها؟ لا شك في سباق كبير، وأولا المصانع إنتاج هاي المصانع هو يعني يتطلب إنفاق واستثمارات فائقة، مثل ما أنت ذكرتي ألمانيا هتدفع نص المبلغ للمصنع اللي راح يكلف 10 مليارات دولارات، اليابان أيضا تستثمر مع تي اس ام سي اللي هي تستحوذ على النو هاو على المعرفة، وبالتالي أيضا حتى اليوم أمريكا اللي هي قدمت دعم لإنتل ولتي اس ام سي لتيجي وتفتح مصانع في أمريكا، واجهتهم مصاعب مش بس من ناحية الوقت لإنتاج هاي المصانع ولكن أيضا الأيدي العاملة والمعرفة، وبالتالي تي اس ام سي خلال العقدين أو الثلاث عقود الماضيين كونت معرفة هائلة في تصنيع أشباه الموصلات، والكل يتسابق
لاستقطابها، طبعا لابعاد جيوسياسيه واقتصاديه، وللتحكم بسلاسل الامدادات لهذه الاشباه الموصلات في السنوات القادمه، اللي هي صار واضح انها راح تقود عجله الاقتصاد مره ثانيه مع ظهور الذكاء الصناعي. لكن ايضا مش بس موضوع الذكاء الصناعي، اشباه الموصلات مطلوبه للنهضه التكنولوجيه بشكل عام، السيارات الكهربائيه، الاجهزه بشكل عام، الكلاود سيرفيسز وغيرها، وبالتالي هناك ضغط شديد جدا على هاي الشركة لحتى انها تكون اقرب لمعظم الحلفاء، بالتحديد من ناحية امريكا وحلفائها في الغرب.